يتزايد التحضر في العالم، ومنذ عام 2007 فإن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 60% بحلول عام 2030. إن المدن والمناطق الحضرية هي نقطة قوة للنمو الاقتصادي، إذ تساهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها مسؤولة أيضاً عن حوالي 70% من انبعاثات الكربون العالمية، وأكثر من 60% من استخدام الموارد. يؤدي التوسع الحضري السريع إلى عدد متزايد من سكان الأحياء الفقيرة، وإلى بنية تحتية وخدمات غير كافية ومثقلة بالأعباء، مثل جمع النفايات وأنظمة المياه والصرف الصحي والطرق والنقل، مما يزيد الوضع سوءا بالنسبة لتلوث الهواء والامتداد الحضري غير المخطط له. حقائق وأرقام. في الوقت الحاضر يعيش نصف البشر، أي 3,500,000,000 نسمة في المدن، ومن المتوقع زيادة عددهم إلى 5,000,000,000 نسمة مع حلول عام 2030. سيقع 95% من التوسع الحضري في العقود المقبلة في العالم النامي. يعيش 883,000,000 إنسان في أحياء عشوائية فقيرة توجد أغلبها في شرق آسيا وجنوب شرقها. تشغل مدن العالم نسبة 3% من مساحة اليابسة، لكنها تستهلك من 60 إلى 80% من الطاقة، وتسبب في 75% من انبعاثات الكربون. يمثل التحضر السريع ضغطاً على امتدادات المياه العذبة والصرف والبيئة والمعيشة والصحة العامة. في عام 2016 تنفس 90% من سكان الحضر هواءً غير مؤمن، تسبب فيما يزيد عن 4 ملايين حالة وفاة، وتعرض أكثر من نصف سكان الحضر على الصعيد العالمي إلى مستويات تلوث هواء تزيد بمعدل 2.5 عن المعايير المؤمنة. أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة والمناخ وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في دولة الكويت. ففي العام 2015 اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإجماع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأهدافها 17 وغاياتها 169 ومؤشراتها 231 الفريدة. وتهدف هذه الخطة إلى تحديد اتجاه السياسات العالمية الوطنية المعنية بالتنمية، وإلى تقديم خيارات وفرص جديدة لسد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية، كما أنها تشكل إطاراً عاماً يوجه العمل الإنمائي العالمي والوطني. وضعت المنظمة أول وثيقة إرشادية عالمية وشاملة بهذا الخصوص، وهي تحمل عنوان الإدارة المأمونة لمخالفات أنشطة الرعاية الصحية، وقد صدرت منها الطبعة الثانية الآن، وهي تتناول جوانباً من قبيل الإطار التنظيمي ومسائل التخطيط والحد من المخالفات إلى أدنى مستوى ممكن وإعادة تدويرها، والخيارات الخاصة بمناولة المخالفات وتخزينها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها
والتدريب. والوثيقة موجهة إلى مديري المستشفيات وسائر مرافق الرعاية الصحية وراسم السياسات ومهني الصحة العمومية والمديرين المعنيين بإدارة المخلفات بالتعاون مع الشركاء الآخرين. وضعت المنظمة أيضاً سلسلة من الوحدات التدريبية بشأن الممارسات الجيدة في إدارة مخلفات الرعاية الصحية، والتي تشمل جميع جوانب أنشطة المخلفات من تحديد المخالفات وتصنيفها إلى الاعتبارات التي توجه إلى التخلص منها على نحو مأمون بواسطة استراتيجيات تعتمد على الحرق أو استراتيجيات لا تعتمد على الحرق. بالإضافة إلى ذلك، دشنت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف مع الشركاء في عام 2015 مبادرات عالمية لضمان أن جميع المرافق الرعاية الصحية لديها ما يكفي من المياه وخدمات الإصحاح والنظافة الصحية، ويشمل ذلك التعامل مع مخلفات الرعاية الصحية. طبعا منظمة الصحة العالمية الـ World Health Organization او الـ WHO عندها guidelines وعندها ايضا نوع من التقارير اللي تطلب من الدول ان كيف تتعامل مع النفايات الطبية الخطرة. فطبعا تنصح احيانا في استخدام الاوتوكليف، تنصح احيانا في استخدام المحارق بشكل امن، حيث تضمن ان جميع الكائنات الدقيقة الخطرة الموجودة في هذه النفايات الطبية الخطرة يتم التعامل معها بشكل آمن ولا تضر الناس ولا تضر البيئة. طبعاً النفايات الطبية الخطرة ما لها تأثير مباشر إلا إذا تم حرقها، لأن هناك في دراسات كثيرة تثبت أن أثناء عملية الحرق، يعني من أقل من 450 إلى أقل من 800، ممكن ينخلق عندي اللي هو مواد كيميائية جدا خطرة اللي هي الديوكسينز، وهذه يعني المواد ممكن أن هي تأثر على صحة الإنسان، ممكن تصيبه في يعني أمراض سرطانية، ممكن تسوي له اضطراب في النظام الهرموني في جهاز الهرموني حق الإنسان، وبالتالي يجب أن يكون في هناك طرق آمنة للتعامل مع الدايوكسين قبل أنه لا يطلع إلى الهواء. لكن بشكل عام أكثر المحارق في دولة الكويت يعني عندها شروطات معينة بحيث تضمن أن هذه المواد الخطرة ما تطلع إلى البيئة المحيطة. منظمة الصحة العالمية نشرت اللائحة الإرشادية لكيفية التعامل مع النفايات الطبية على مختلف الأصعدة، سواء في المنشآت، في أماكن التخلص منها ومراكز المعالجة، وأيضا حطت القوانين أو المعايير اللي مفروض الدول والإدارات الصحية تلتزم فيها في التخلص أو التعامل والتخلص مع النفايات الطبية. شهد العالم في الآونة الأخيرة تطوراً هائلاً شمل جميع مجالات الحياة وبالأخص مجال الطب، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على صحة الإنسان لما تم التوصل إليه من أدوية ومخترعات طبية تمكنت من محاربة ومكافحة العديد من الأمراض والمشاكل الصحية التي كانت تفتك بحياة الناس قديماً، وبالتالي فإنها لعبت دوراً كبيراً في الحفاظ على الإنسان، الأمر الذي جعل الناس في المجتمع يشعرون بأن صحتهم بأيد أمينة وأنهم في أمان من فتك الأمراض المختلفة. لكن بالرغم من جميع الفوائد التي جنتها البشرية من التطور في مجال الطب، إلا أن له آثاراً سلبية على البيئة وعلى صحة الإنسان. فالمخلفات الناتجة من المواد الطبية بدأت تتراكم في البيئة شيئاً فشيئاً، ملحقة أضراراً بيئية كبيرة. لذا كان لابد للبشر من ابتكار طرق للتخلص من هذه النفايات. المخلفات الطبية هي النفايات التي تنتج عن مخلفات الأنشطة الطبية في المشافي أو خارجها،
وتشمل على سبيل المثال لا الحصر كافة أنواع الأنسجة البشرية والدم وسوائل الجسم التي يجب التخلص منها والأدوات الحادة كالإبر والمحاقن وغيرها ونفايات الأدوية والمنتجات الصيدلانية وكافة المواد والألبسة والأجهزة التي يشتبه في احتوائها على عوامل ممرضة ومعدية. النفايات الطبية هي المواد الناتجة من المنشآت الصحية مثل المستشفيات، المراكز الصحية المختلفة، المختبرات سواء كانت المختبرات الأهلية أو الحكومية أيضاً. تتكون من عدة مواد سواء كانت مواد سائلة، غازات أو أيضاً مواد صلبة ناتجة عن العمل في هذه الأماكن. النفايات الطبية أو ما يعرف به نفايات الرعاية الصحية هي الأعمال أو الأنشطة التي تقام داخل المنشأة الصحية وينتج عنها مخلفات. المصادر الرئيسية لمخلفات الرعاية الصحية: المستشفيات وغيرها من المرافق الصحية، المختبرات ومراكز البحوث، المشارح ومراكز التشريح، مختبرات البحوث والفحوصات الحيوانية، بنوك الدم وخدمات جمع العينات، دور رعاية العجزة والمسنين. النفايات الطبية ممكن تنتج من الأماكن مثل المستشفيات، مراكز الصحية والعيادات الخارجية والعيادات الخاصة ومراكز البحوث والمختبرات أيضاً، وكذلك دور الرعاية أو دور رعاية المسنين، وأيضاً في بعض النفايات المنزلية اللي لها طابع طبي. يتم التخلص من النفايات الطبية بشكل آمن على حسب الأنظمة المتبعة في وزارة الصحة والقائمة على التوصيات من الهيئة العامة للبيئة. فعلى سبيل المثال يتم التعامل مع النفايات الطبية المعدية أو السامة بشكل دقيق، فالشخص اللي يتعامل معها لازم يكون متوفر عنده أدوات الوقاية والسلامة، وأيضا استخدام المواد أو الأكياس أو الحاويات المخصصة لكل نوع من أنواع النفايات. فعلى سبيل المثال النفايات الحادة لازم تكون في بوكس معين وفي معايير معينة احنا نستخدمها عشان نختار هذا البوكس وكيفية أخذه إغلاقه ونقله بعيدا عن خلينا نقول خط سير المرضى والعيادات. فدائما في المنشآت الصحية راح تلاحظون أن النفايات ما تمر عليكم بشكل عام لأن لها خط سير مخصص بعيد عن الناس وبعيد عن المرضى وبعيد عن الطواقم الإدارية والصحية، وبعدها يتم تخزينها في أماكن معينة في المنشآت، وهذه إحدى القواعد والقوانين اللي لازم تكون موجودة في المنشأة قبل لا تترخص، إنه يكون في عندهم مكان مخصص للتخزين للنفايات، والهدف منه اللي هو إنه يكون في أمن وسلامة ونمنع إنه يكون في أي تسريب لا سمح الله وتأثير على البيئة المحيطة في المنشأة الصحية. المخاطر اللي ممكن تنتج من النفايات الطبية سواء كانت على البيئة أو على الفرد اللي يتعامل معها: عندنا مخاطر لحظية وآنية اللي هي ممكن تكون تلوث أو عدوى سواء كان من إبر أو من مشارط أو حتى من الخلايا أو الميكروبات اللي موجودة في النفايات المعدية، فهذه تشكل خطورة على الإنسان بشكل مباشر، انتقال عدوى مباشرة. وأيضا نفس الفكرة ممكن تصير مع البيئة إذا حدث لا سمح الله تسريب أو ليكج مثل ما احنا نقول أثناء عملية النقل من المنشأة إلى المنشأة الصحية إلى وحدة المعالجة المركزية، فممكن التسريب هذا يؤدي إلى ضرر على البيئة المحيطة سواء كان من مواد كيميائية على سبيل المثال أو إن كانت مواد بتحوي ميكروبات معدية، فممكن إحنا ننشر هذا الشيء سواء كان في الحياة الفطرية التربة أو في المياه أيضا. المخاطر الثانية اللي لها علاقة بالمواد المشعة، المواد المشعة لها عمر طويل مقارنة بالمواد الأخرى العضوية، فالمواد المشعة ممكن تسبب أثر على البيئة، ممكن تأثر على الحياة الفطرية، الحياة البرية والبحرية أيضا بشكل سلبي. ومع تقدم التقنيات الطبية وتوسع مجالات الطب، ازدادت الحاجة إلى إيجاد طرق سليمة
للتخلص من النفايات بشكل آمن، لا سيما وأنها ولطبيعتها الخاصة تتطلب معالجة مختلفة عن بقية أنواع المخلفات، إذ قد يؤدي الفشل في التخلص منها بصورة صحيحة إلى عواقب خطيرة على مستوى الصحة العامة. 2- انتشار الأمراض والأوبئة وانتقال العدوى. 3- تلوث الهواء. 4- تلوث المياه والتربة. ممكن احنا نقسم النفايات الى نوعين، نوع خطر ونوع غير خطر. الغير خطر مثل نفايات البلدية اللي تطلع من البيوت او المنازل، مثلا النفايات اللي تطلع من قص الحدائق وايضا قص اللي هو اوراق الشجر وجذورها وفروعها، وايضا اللي هي النفايات اللي هي تطلع مثلا من الحديد الالومنيوم اللي ما فيها مواد خطرة. ولكن النفايات الأخرى ممكن أنها تصنف أيضاً إلى نفايات خطرة لأن طبيعتها خطرة، مثل مواد كيميائية حمضية قلوية أو مواد مشعة أو الطبية الخطرة، أو بعضها مثلاً يعني أثناء عمليات مثلاً تكرير البترول أو التنقيب على البترول ممكن أن تطلع هناك نفايات اللي هي تعتبر هازردس أو توكسيك. الأنواع ممكن تنقسم إلى نوعين بشكل عام، عندنا الأنواع الخطرة والأنواع الغير خطرة. الغالبية فوق 80% هي تكون غير خطرة أو لا تمثل خطورة على البيئة أو على الفرد والمجتمع، يمكن التعامل معها كنفايات منزلية أو بلدية. أما بالنسبة حق المواد الخطرة اللي هي ممكن تشكل خطورة على الفرد والمجتمع والبيئة، سواء كانت مواد لها مزايا أو نقول خصائص معدية مثل الميكروبات وخلافه، أو مواد مشعة أو سامة للبيئة والفرد بشكل عام، هذه تنقسم لعدة أنواع. في عندنا المواد المعدية أو النفايات المعدية اللي هي مثل ما ذكرت تتكون غالبيتها من الميكروبات، ويمكن أكبر مثال عليها اللي هي العينات الدم أو السوائل الأخرى من المرضى اللي ناخذها في المستشفيات ونختبرها في المختبرات وفي مختبرات الميكروبيولوجي على سبيل المثال. في مواد أخرى أيضا ملوثة أو احتمال تكون ملوثة اللي هي مثل أعضاء الإنسان أو أجزاء الإنسان اللي تكون ناتجة من العمليات على سبيل المثال أو العمليات الصغرى أو أخذ حتى العينات بغرض تشخيص في المستشفيات، هذه أيضا مواد تعتبر خطرة. يمكن تقسيم النفايات الطبية إلى 1- نفايات عادية وهي لا تشكل خطورة على صحة الإنسان، ومن أمثلتها الورق، الزجاجات الفارغة غير المحتوية على مواد خطرة، وبقايا الأدوية غير الخطرة. 2- نفايات خطرة تشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان وعلى البيئة، وتنقسم إلى نفايات باثيولوجية وهي عبارة عن مخلفات العمليات الجراحية من أعضاء بشرية ودماء وسوائل المرضى وغيرها، من أعضاء بشرية ودماء وسوائل المرضى وغيرها. نفايات ملوثة وتشمل مستلزمات الجراحة وملابس المرضى والإبر والحقن وغيرها. نفايات مشعة هي عبارة عن بقايا غرف الأشعة والمحاليل المشعة أيضاً والمختبرات المتخصصة وغيرها من المخلفات الإشعاعية. في عندنا ايضا مواد اخرى اللي هي المواد الحاده، مثل ما احنا عارفين احنا نستخدم الابر المشارط وخلافه في العمليات على سبيل المثال، هذه ايضا تعتبر من المواد الخطره واللي لازم يتعامل معها بشكل خاص وبحرص معين. ايضا في مواد يمكن تكون اقل شهره اللي هي المواد الكيميائيه اللي تستخدم في الصيدليات على سبيل المثال، اعداد الادويه، وكذلك في المختبرات لما احنا نفحص عينه دم لازم يكون في عندنا مواد كيميائيه معينه عشان نقدر نطلع النتائج، هذه المواد لازم يتم التخلص منها بطريقه معينه لان تشكل خطر على البيئه وايضا على الانسان. في مواد اخرى اللي هي في الاشعه التشخيصيه،
في مواد أخرى اللي هي في الأشعة التشخيصية، خاصة في الأشعة التصوير النووي أو اللي هم يسمونه النيوكليير ميديسين. هذه المواد لها خصائص إشعاعية، فالإشعاع مثل ما احنا عارفين مضر للبيئة وللإنسان أيضا، فهذه المواد أيضا تندرج تحت المواد الخطرة. بشكل عام هذه بعض الأنواع اللي موجودة أو أغلب الأنواع الموجودة وتندرج تحت النفايات الطبية بشكل عام. نعم، هناك أنواع عديدة من النفايات الطبية أو النفايات الرعاية الصحية، ويمكن قبل ذكر هذه الأنواع تقسيمها أولا إلى نفايات خطرة ونفايات غير خطرة، لأن طريقة التعامل مع النفاية يعتمد على نوعها وخطورتها.